بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بـ سي بروجرامينج، والنهاردة إن شاء الله بنحاول نكمل التدريبات على الفور لوب. كنا أخدنا محاضرتين شرحنا فيها الكونسيبت بتاع اللوب، اتكلمت على الفور، والمحاضرة السابقة اديت بعض الأمثلة وإن كانت الأمثلة قليلة شوية. النهاردة إن شاء الله هنعمل تمرين بسيط كده يوضح الفور، وندخل معاها بقى الديسيجن الاف والاف والاف الف والاف الف. المثال ده احيانا بنحتاجه لما نكون محتاجين نقرا مجموعه ارقام من اليوزر لحد ما كونديشن معين يحصل، او اننا مثلا في تطبيق من تطبيقات التحكم محتاج ان انا واقف على اشاره حساس او اشاره سنسور لحد ما وليكن درجه الحراره توصل اعلى من كذا فابدا اخد قرار. هنعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده محتاج بشكل كبير ان يكون في لوب، واللوب دي ممتده الى فوريفر او لوب مفتوحه الى ما لا نهايه معايا كده، ومجرد ما يحصل الكونديشن اللي انت عاوزه تبدا تخرج من اللوب. فكرة الخروج من اللوب شفناها قبل كده عن طريق البريك، خدنا جملة البريك قبل كده مع مين؟ مع سيرش. يبقى الفكرة ان احنا محتاجين نعمل انفينيتي لوب. عشان تعمل انفينيتي لوب، الحاجة الامثل ليها هنشوفها ان شاء الله في المحاضرات القادمة بنتكلم فيه الوايل، لكن ممكن من خلال الفور اعمل انفينيتي لوب. وهقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نتفق ان احنا بنعمل برنامج بسيط. البرنامج ده هيقرا ارقام لحد ما الاكس تجيلي اكبر من 10. عشان اعمل ده تعالى في الاول نقول له integer i، هعرف ال i وهاجي اقول له مثلا float x، ده القيمة اللي انا هقراها من بره، هقراها اكتر من مرة لحد ما القيم بتاعتي تبقى اول قيمة تيجي اكبر من 10 فاخرج من بره، وكأنها بتناظر اشارة الحساس او اشارة السنسور. بعد كده هاجي اقول له for، محتاج ان اعملها infinity، فعشان الانفينيتي بعملها بالشكل ده كده، معناه لوب forever. اوكي تعال نحط كومنت عليها ونقول لوب forever لحد ما كونديشن معين يحصل يكسر اللوب. وهاجي اقول له مثلا برنت اف، برنت اف، وهقول له جمله كده اوكي، ولتكن دخل لي اكس بكام. اوكي هذا الاكس، وهنقرا الاكس سكان اف، وهي float، حط الادرس اوبريتور ما ننساش والاكس، ونيجي نقول له والله بقى اف اكس اللي انت قريتها دي كانت اكبر من مثلا او تساوي 10. اوكي هنعمل ايه بقى؟ هندي رساله توضيحيه. اوكي نقول له مثلا catch value، انا مسكت القيمه خلاص او وصلت القيمه اللي انا عاوزها اللي هي قيمه اعلى من 10. اوكي وهاجي اعمل ايه كمان؟ وعاوز اخرج من اللوب اقول له بريك. تعال نشوف البرنامج البسيط ده. اولا اتفقنا دي اكس القيمه اللي هتتقرا من بره، ده انفينيتي لوب هيفضل يلف فور ايفر، في كل مره هيطرح رساله اكس ويقرا القيمه، وبعدين يعمل تشيك اب على الاكس، يا ترى الاكس بتاعتي اكبر من 10 ولا لا؟ ان كانت اكبر من 10 هيكتب كاتش فاليو، مسك قيمه، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يعمل بريك. معنى بريك هنا هيخرج من اول لوب داخلي، بفشل اللوب واحده اصلا هي مين؟ هي الفور بتاعتنا، ويخرج بره مين؟ بره البرنامج. تعال نعمل ران كده البرنامج ونشوف الدنيا هيبقى شكلها ايه. طبعا بقول لي اكس بكام؟ هقول له مثلا ب 2، ب 7، ب 9. طبعا وكأن دي ارقام جايه من حساسات او ارقام اليوزر بيقعد يقراها لحد ما بتيجي القيمه اللي هو عاوزها. اول ما اقول له مثلا 11 عمل ايه بقى؟ كتب كاتش فاليو، وصل للقيمه ثم خرج من البرنامج. الفكره دي بشكل كبير مرتبطه جدا بالهوايل، هيبقى التطبيق بتاعها سهل جدا في الهوايل. احنا ممكن نعمل حاجه شبه كده في ايه؟ ان انا وليكن قاعد بعد الارقام الموجبه، يعني هسمح لليوزر ان يدخل مجموعه من الارقام اللي لها صفه معينه، وبناء عليه اول ما رقم يجي يحمل الصفه دي هعمل ايه؟ هعده مثلا او هطبعه او هعمل عليه اكشن معين. الرقم ما كانش بيحمل الصفه دي هتجنبه واكمل لوبينج. اوكي عشان اعمل ده هنيجي نفترض ان الارقام بتاعتي اكس اهيت، وهاجي اقول له والله انا عندي كمان
حاجة اسمها ان مثلا integer i و n، وال n ده هو ما ليكن عدد الأرقام الموجبة اللي اليوزر هيدخلها، يعني اليوزر عنده سماحية يدخل موجب وسالب. والله لو كان الرقم موجب اعمل ايه؟ عد الأرقام الموجبة. اوكي، فهقول دلوقتي والله انت قريت، اوكي، لو كان الاكس بتاعك اكبر من الزيرو، لو كان الاكس اكبر من زيرو اعمل ايه بقى؟ هقول له ان بلس بلس. اوكي، طبعا ده الانكريمنت اوبريتور. يبقى لو انت الاكس اللي دخلت من البرنامج اكبر من صفر زود عداد الان بكام؟ بواحد. خروجك هنا هيخرجك خالص من لوب وينهي البرنامج. لا انا مش هخرج بقى، ولانها جمله واحده هقفل ده. اوكي، اشيل القوس ده خالص، ويبقى جواب الشرط بتاعي عباره عن جمله واحده هي، والقوس ده معندوش لازمه بالشكل ده. دلوقتي ايه اللي حصل بقى؟ اولا انت تعمل لوب ممتد الى ما لا نهايه، كل شويه بتساله عن اكس بيديك اكس، اكس هنا تحتمل موجب او سالب. والله لو كانت موجبه زود ان بكام؟ بواحد. طب وايه كمان؟ دي اللوب خلصت. طب ولو كانت اكس سالبه هيعمل ايه؟ او اكس بتساوي صفر هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه لان ده جواب الشرط. اوكي، هينزل على القوس ده، والقوس ده طلعه لمين؟ للفور تاني. طيب اوكي، ايه اللي هيحصل بقى؟ هاجي بعد كده اقول له برنت اف، اوكي، واقول له number of positive number بيساوي percent d و mean و ال n. اوكي، positive number بيساوي n. هنا بس مشكلة ان البرنامج ده شغال للما لا نهاية، وجود رقم سالب مش هيعمل حاجه، هيكمل لوبينج. طب انت هتكمل لحد فين؟ اه ده ممتد لحد ما لا نهايه، ويفضل البرنامج بتاعك شغال بالشكل ده. تعال نشوف كده. طبعا في سيمي كولون انا نسيتها. اوكي، اوكي، واقف دلوقتي انا مش عارف اعطيله جمله برومبت ولا لا. انا اعطيله برومبت اهو. اوكي، يبقى المفروض يطبع البرومبت اكس. طبعا اكس بيساوي اهوت. هبدا اقول له مثلا 12، هبدا اقول له 14، 16، 18، وهديله ناقص 50. اوكي، اول ما اديته ناقص 50 عامل ايه؟ مكمل، مكمل اي، بس هو عنده في مخزن جوه بالداخل بيراقب الارقام الموجبه، فيقول لي ده 1 2 3 4، ده مش هيتعد ويكمل معاك. لكن انا ما عنديش حاجه اخرج بيها من البرنامج. يا ترى انت محتاج تخرج البرنامج مع اول رقم سالب؟ اوكي، يبقى لو انت عاوز تعمل ده حاجه اقول له هنا else. اوكي، واقول له هنا ايه؟ break. يبقى مع اول رقم سالب البرنامج هيخرج، مع اول رقم سالب البرنامج هيخرج بره اللوب ويطبع مين؟ ويطبع الرقم. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل بده. طبعا break ناقص سيمي كولون، واجي انفذ البرنامج. ابدا ادخل بقى الارقام 12 15 16. أول ما أقول له ناقص 4 هيعمل إيه؟ هيقوم طابع لي نمبر بوست نمبر بيساوي 81، وعمل إيه؟ وخرج. طبعًا هو أنا أخطأت، شكلي ما حطيتش الـ N في الطباعة، فأعتقد إن هو جمع الأرقام بشكل ما. عمل إيه؟ تعال نشوف. نمبر أوف بوست نمبر عدد الأرقام، أنا حطيت الـ N بلس 1 وقلت له اطبع الأرقام الموجبة لو كانت إكس أكبر من صفر. خد ان بلس بلس، ان كان بكام في الاول؟ ان انا ما صفرتهاش في البدايه، اصفر ان ونيجي نجرب تاني. اوكي، لو كتبت مثلا 12 13 11 10 وقلت له سالب 3، ايه اللي هيحصل بقى؟ بالفعل دخل اربع ارقام موجبه، دخل اربع ارقام موجبه، الاول الثاني الثالث الرابع، وجود الرقم السالب اداني انديكيشن ان انا اعمل اكزت لمين؟ اكزت للوب. ممكن برضو نفكر مع بعض ان الرقم السالب ما ينهيش البرنامج، الرقم الصفر بس اللي ينهي البرنامج، رقم الصفر اللي ممكن ينهي البرنامج. فممكن اعمل ايه؟ اقول له والله لو اكس اكبر من صفر زود، واجي هنا اقول له else if else
f اوكي لو x اقل من 0 معايا كده احط الاقواس بس لو x اقل من 0 اعمل ايه انا هقول له لو x اقل من 0 ممكن اقول له اعمل continue اوكي وcontinue دي وهنشوف معناها ايه حالا وبعدين ممكن اقول له بقى else اوكي يبقى لو x اكبر زود وهيروح يكمل البرنامج لان الكونديشن حصل ولو كان x اقل من صفر يعمل continue continue هتخرجه يكمل لوب مش هتخرجه من البرنامج والحالة التالتة هقول له else وبعدين اقول له ايه اقول له break بالشكل ده هنشوف كده ربما يكون في خطأ عندي وانا مش واخد بالي منه اهو هبدأ ادخل ارقام اقول له 12 سالب 1 ما خرجش اقول له 2 4 5 واول ما اقول له 0 عمل ايه خرج ده 1 2 3 4 وبالفعل عدد الارقام الموجبه كام عدد الارقام الموجبه 4 عدد الارقام الموجبه 4 ده كان بيوضح فكره طبعا هنا فكره كونتينيو اول مره اعتقد بنتكلم عنها الكونتينيو بيعمل سكيب لباقي الجزء بتاع البادي وبيكمل اللوبينج من عند الاي او من عند الحلقه اللي عليها الضوء يعني اذا كنت انت مثلا بتتكلم في اي مش بتتكلم عن انفينيتي مثلا بتتكلم لو انت في السايكل او في الايتريشن رقم 4 اول ما يجي على الكونتينيو يعمل سكيب للي وراها لحد نهايه البادي ويطلع يكمل من عند اي 5 اوكي ده فكره مين فكره عمل الكونتينيو فانا بقول له لو انا دخلت رقم موجب زود العداد الارقام الموجبه واحد ولو كان اكس سالبه اعمل سكيب ده وكمل اللوبينج ولو كان بصفر ده الاحتمال الاخير اعمل ايه اعمل بريك عشان يخرج من البرنامج ويطبع لك عدد الارقام الموجبه كام تعالى بقى نفترض او نختم ببرنامج بسيط خلص البرنامج ده الهدف منه ان احنا بنعد عدد الحروف الموجوده في سطر من السطور طبعا حضرتك عارف ان انت لو بتكتب لاين او بتكتب باراجراف فالباراجراف بتاعك بينتهي بانتر انتر بالنسبه لنا داخل لغه السي اللي هي باك سلاش ار باك سلاش ار طيب حضرتك وانت بتكتب في تكست اديتور فانت بتكتب مش كل حرف بتكتبه عشان يظهر بتعمل وراء انتر يبقى انت المفترض عاوز تسمح لليوزر ان يكتب مجموعه من الحروف واول ما يكتب الحرف الحرف يظهر على الشاشه اتفقنا الجزء ده بنشتغل بيه عن طريق مش سكان اف عن طريق جيت كاركتر وذ ايكو او جيتش وكل حرف او هتسمح له يكمل حروف يبقى انت محتاج لوب عشان هيكتب الحرف الاول والثاني والثالث وهكذا انت محتاج لوب وتفضل شغال بالشكل ده وتبدأ تعد الحروف طالما الحرف لا يساوي انتر واول ما يساوي انتر يبقى انت كده وصلت للبريك عشان تعمل ده تعال نعرف متغير اسمه في كار في ونيجي نقول له انتجر مثلا عدد الحروف هنصفرها في الاول بان وهاجي اعمل لوب هقول له 4 اوكي لوب انفينيتي واجي اقول له والله اعمل ايه بقى هقول له سي بيساوي اتش جيت كاركتر ويز ايكو عشان الحرف يبان بدون انتر ويبان مباشر على الشاشه وارجع اقول له بقى اف ان السي بتاعتك دي اوكي لا تساوي سي لا تساوي مين بقى انتر انتر ده حرف اللي هو الباك سلاش ار عشان حرف حطيته بين سنجل كود لو الكلام ده حاصل اعمل ايه هقول له ان بلس بلس اوكي طيب لو ما كانش حاصل بقى الكلام ده هقول له الف اعمل ايه لو الحرف بتاعي ما كانش انتر اوكي هيبدا انا اسف لو الحرف لا يساوي انتر زود طب لو كان بيساوي انتر اعمل ايه هتقول له اعمل بريك وبيخرج صح وتيجي هنا بعد الفور هقول له برنت اف واقول له بقى ان عدد الحروف اوكي هاش مثلا كار كاركترز كاركترز اعتقد كده كاركترز نحط ده بالشكل ده ونقول له مين ونقول له ال
سيمي كولون. تعال نراجع كده مع بعض. خلاص عرفت مخزن حرفي هيشيل حرف اسمه سي، صفرت المخزن اللي بيشيل عدد الحروف حطيته بي ان، وبعدين عملت الفور لوب سمحت ان تقرا الحرف، ثم شيكت على الحرف لو كان الحرف بيساوي انتر لا يساوي انتر زودت المخزن الحروف، وان كان بيساوي انتر هتعمل ايه؟ هتعمل بريك وتخرج بره. تعال نشوف كده الوضع هيبقى عامل ازاي. انا كتبت اول حاجه للشانل بتاعتي مثلا مصطفى تروسيني او اس اس اي اي ان اي، اعتقد دول 19 حرف. ما طبعش الحرف بتاعي. لما تيجي تبص على انا في جمله الطباعه ما حطيتش الفورمات سبيسيفاير، يبقى انا هحل ده بس الاول واحط الفورمات سبيسيفاير اقول له بيرسنت دي اوكي، واعمل ران للبرنامج. هكتب مثلا اربع حروف كده، اقلب بالفعل عرض الحروف اربعه، هعمل ران تاني برضه عشان اتاكد ولو كان في سبيس ولا حاجه، وهسيب مسافة اهوت، وبعدين يبقى 2 4 6 7 8 بالفعل 8. ولو حضرتك كتبت حاجة بقى كبيرة وليكن اسم للشانل بتاعتنا مصطفى شيني، هتلاقيهم كام بقى؟ هتلاقيهم حوالي 21 حرف. أتمنى في ختام من المحاضرة إن المحاضرة تحوز على إعجاب حضراتكم، ونكون بشكل ما قدرنا نوصل إزاي تستعمل الإنفينيتي لوب، بتتكتب إزاي عن طريق الفور، طبعًا هي لها صيغة تانية بالوايل، إزاي تخرج من الرول أو تعمل بريك، عفوًا من اللوب، إزاي تعمل بريك من اللوب عن طريق أو تخرج من اللوب عن طريق البريك، وشفنا أمثلة إن أنت بتعد عدد من أو بتسمح بحاجة زي التكستيريتور. ولها تطبيق في الكنترول سيستم لما تكون مستني إشارة من سنسور أو حساس معين، أو منتظر في الداتا انتري دخل مجموعة من البيانات لحد ما اليوزر يضغط حرف معين وليكن سبيس بار أو حاجة أو يضغط زيرو أوكي أو وظيفة أو شيء من هذا القبيل يعني. في ختام المحاضرة لا تنسونا من صالح دعائكم، إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على الوايل لوب إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.